هنعمل مع بعض التونر الطبيعي، بيعالج مشكلة تأكسد البشرة، بيفتح البشرة وبيدي نضارة للبشرة، ومناسب لجميع أنواع البشرة، وهنكون احنا أول ناس تقريبا نعمله بالطريقة دي، فخليكم معايا. اهلا بيكم مره تانية، انا دكتوره منى علي. حابه بس الاول كده ايه ادردش معاكم في كام نقطه. اولا شكرا جدا 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 على مسجاتكم وكومنتاتكم اللي كلها حب وبتديني طاقه كبيره جدا، يعني ربنا يخليكم ليا. والمسجات الحلوه بتاعه الفيديو اللي فات ان شاء الله هجاوب عليها كلها. انا جاوبت على الجزء وفي جزء لسه ما جاوبتش عليه، بس علشان هو بيبقى فيه مسجات كتير على الانستجرام وعلى الفيسبوك، فالموضوع بس بياخد مني شويه وقت، فاكيد هجاوب عليكم كلكم باذن الله. والناس اللي مش فاهمه هنتكلم على ايه، المره فاتت كان في فيديو عن انواع البشره، وكنت قايله في اخر الفيديو في شويه اسئله، لما هتجاوبوا الاسئله دي ان شاء الله هحدد مع كل حد فيكم نوع بشرته، فاللينك هيظهر دلوقتي فوق، يا ريت انكم تشوفوا الفيديو لو لسه ما شفتوهوش. تاني حاجه بقى، انا عامله لكم مسابقه حلوه جدا على الجروب، اللي لسه ما اشتركش فيها يدخل يشترك، هتلاقوني سايبه لكم اللينك تحت في صندوق الوصف، وكمان هيكسب فيها 3 باذن الله. الشروط سهله والمسابقه مدتها قصيره، المسابقه مدتها قليله او قصيره يعني، فيا ريت انكم تشتركوا بعد ما تخلصوا الفيديو ده، روحوا اشتركوا على طول بقى في المسابقه. واخر حاجه عايزاها منكم، يا ريت انكم تشيروا القناه مع صحابكم، لاني نفسي نوصل ل 10000 متابع، وده مش هقدر انا احققه غير بيكم يعني، وانكم تساعدوني في الموضوع ده. ودلوقتي احنا هنبدا التونر بتاعنا. طبعا كلنا عارفين او معظمنا عارف ان التونر مش حاجه اساسيه في السكين كير روتين بتاعنا، وكنت اتكلمت قبل كده عن ايه هي الحاجات الاساسيه ونزلنا فيها فيديو وعرفنا ايه هم. فعشان كده انا يعني شخصيا مش بحب ان انا اشتري تونر، عشان اسباب كتير، منها ان انا بشرتي حساسه ودهنيه في نفس الوقت، فلو جبت تونر للبشره الدهنيه مش هيبقى مناسب لبشرتي، ويعني لفه كبيره، فدايما بحب ان انا اجيب مثلث ووتر او ما اجيبش اصلا. فعشان كده قررت ان انا اعمل لنفسي تونر يكون طبيعي، المواد بتاعته تكون طبيعيه، ويكون برضو امن على بشرتي، ما يسبب لهاش اي ضرر. وعشان كده اخترت التونر ده، عملت شويه كده بقى ايه دراسات وابحاث، وقعدت ادور وابحث كده على النت لغايه ما وصلت للمواد اللي انا حطاها في التونر. تقريبا احنا اول ناس نعمل التونر بالطريقه دي، ما اعرفش صراحه ما شفتوش اي حد عامله قبل كده بنفس المكونات اللي انا عاملاها بالظبط، فيعني ركزوا بقى معايا كده كويس جدا في الطريقه. التونر ده هيبقى مناسب لجميع انواع البشره ان شاء الله، بس شويه متعودين واحنا بنعمل الطريقه، بقول بس تريكات للبشره الدهنيه، تريكات للبشره الجافه، هي دي بس اللي بتفرق معانا، لكن كمواد هي مناسبه لجميع انواع البشره. التونر تحفه جدا يا جماعه، بجد حلو قوي، ان هو بيخلي البشره يشيل منها مشكله التأكسد دي، بينظف البشره، بيدي احساس انتعاش رهيب للبشره، بيفتح معاكي مع الاستخدام مره ورا الثانيه، هتلاقي بشرتك بدات ان هي تفتح، وبيدي نضاره تحفه جدا جدا للبشره. هقول لكم ليه هو بيعمل كده، علشان المواد اللي فيه، اول ماده فيه اساسيه هي زيت بذور الجزر. بذور الجزر مش زيت الجزر، زيت بذور الجزر ده مادة حلوة جدا، الدراسات الحديثة بتقول ان هي بتستخدم كمضادة للبكتيريا، يعني هتحمي البشرة من ظهور الحبوب. تاني حاجة هي مادة مضادة للفطريات، كمان بتساعد ان هي تحمي البشرة من التجاعيد، لان هي مضادة للأكسدة، فبتحمي البشرة من الشوارد الحرة اللي ممكن تضرها. وبقوا يستخدموها دلوقتي كمان في كريمات كتير جدا، منها علاج التجاعيد والخطوط الرفيعة اللي موجودة. فعشان كده انا حبيت المادة دي، ودي المادة الأساسية الموجودة معانا. بس المادة الكبيرة هي طبعا الشاي الأخضر. الشاي الأخضر كلنا عارفين فوائده كمضاد للأكسدة، وان هو بيشيل الشوائب اللي في البشرة، بيدي نضارة للبشرة، كمان بيدي احساس قابض كده للمسام، فالشاي الاخضر كلنا عارفين فوائده التحفه جدا للبشره. تالت حاجه معانا الجليسرين، ورابع حاجه معانا ميه الورد، وهقول لكم المقادير بالظبط في الطريقه. بس اهم حاجه تبقوا عارفينها، ان انتوا لازم تاخدوا بالكم من اي مكون طبيعي او اي حاجه طبيعيه بتعملوها، لازم تعملوا اختبار حساسيه، لان الماده ممكن يكون عندكم حساسيه من اي ماده من المواد وانتم مش عارفين. فانا دايما بحذركم، وهفضل احذركم في كل مره بقول لكم فيها ماسك طبيعي، لازم تعملوا اختبار حساسيه على جزء صغير من جلدكم، وتشوفوا هل في اي احمرار، في اي مثلا حكة او كده، تبداوا ساعتها تقولوا لا انا عندي حساسيه مش هقدر ان انا اعمله. هنستخدم التونر مره واحده في اليوم، كل يوم بالليل بقى في نص النهار، في اول النهار براحتكم، مره واحده في اليوم. عندكم اختيار من اختيارين، لو انتوا حاسين بارتياح وعادي، في ناس بتبقى يعني مش بتحب ان هي تعمل اي حاجه وتسيبها على بشرتها، وفي ناس بيبقى الموضوع بالنسبه لها عادي، ممكن عادي تناموا بيه مفيش منه اي ضرر. لو انتوا حابين انكم تغسلوه فتغسلوه بعد ساعه، بعد ما تسيبوه على بشرتكم لمده ساعه تغسلوه، لكن هو مفيش منه اي ضرر، امن جدا على البشره، بالعكس كمان بيرطب البشره وبيديها احساس كده انتعاش حلو جدا. التونر هنحطه في الثلاجه لمده 7 ايام، ولو حصل اي تغيير في الريحه او في اللون بنرميه ونعمل تاني جديد، لان احنا عارفين ان دي مواد طبيعيه مفيش اي ماده حافظه، فسهل جدا ان هي تبوظ مننا، فيبقى لازم نبقى مركزين كده ان احنا هنسيبه في الثلاجه لمده 7 ايام فقط. سو انا عامله كميه قليله اهي، مش عامله كميه كبيره خالص، عشان لما تخلص اعمل تاني جديد. ممكن تعملوه في يعني البوتل تكون شبه دي كده اهوت، او تعملوها بالسبراي اللي هو عامله بتاع الكحول ده، بس يعني انا عاملاها في دي لاني ما عنديش حاجه تانية فاضيه غيرها. يعني هوريكم، باخد حبه في القطنه تمام، وبعد كده بمسح على بشرتي بنفس الطريقه كده بحركات دائريه واحده واحده على بشرتي كلها. هو
الحلاقه وبعد كده بلاقي ان الجلد بيبقى ناعم جدا جدا وتحسوا ان هو كده مشدود معاكم، يعني الايفكت بتاعه حلو جدا جدا في ان هو بيخلص البشره من الدهون بقى من المسام الواسعه، ان هو كمان بينقي البشره بتخلي تحس ان بشرتك نقيه كده بعد ما تستخدميه. فالتونر الصراحه ده عجبني جدا ومستنيه انكم تجربوه وتقولي رايكم بقى ايه هو ايه عمل معاكم ايه، واكتبوا لي الكلام ده بقى تحت في الكومنتات ان شاء الله لما تجربوه وتعملوه. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، هدخل معاكم على الطريقه بتاعه التونر دلوقتي. المكونات عبارة عن مية ورد، 3 بواكي من المية المقطرة، معلقة كبيرة وربع من الشاي الأخضر، ولو مش موجود سايب ممكن نستخدم مكانه 2 باكت من الشاي الأخضر، زيت بذور الجزر وجليسرين، والإزازة اللي احنا هنعبي فيها تكون نظيفة ومتعقمة. هنغلي المية ونسيبها تهدى شوية، بعد كده نحط الشاي الأخضر ونغطي الكوباية أو الطبق بحيث ان احنا نضمن ان كل المواد الفعالة جوه تتكثف ومفيش منها حاجة مهمة تطير. بعد كده هنجيب مية الورد، هنستخدم منها 5 ملي بالسرنجة نحطها فوق الشاي الأخضر، أنا رحت صفيت ورجعت. وبعد كده هنجيب زيت بذور الجزر، هنستخدم منه 1 ملي بس مش أكتر من كده. وبعد كده هو هنجيب الجليسرين، هنستخدم منه 0.5 ملي لو كانت البشرة دهنية، وهنستخدم منه ملي لو كانت البشرة جافة. بعد كده هندمج المكونات كويس جدا مع بعض علشان نضمن ان هي امتزجت، وبعد كده هنعبيها في الازازه بتاعتنا ونرج الازازه كويس جدا. لو عجبكم الفيديو يا ريت انكم تشيروه مع صحابكم، وما تنسوش انكم تعملوا لايك وكومنت علشان اعرف الفيديو عجب كام واحد ووصل لكام واحد. بس كده، باي باي.